بداخل هذه العربات متهمون بالفساد أو تبديد المال العام، سواء عن طريق الاختلاس، سوء التسيير أو سوء استعمال المنصب لأغراض شخصية. قد يكونون وزراء، إطارات سامية أو مدراء شركات عمومية، تتجه لهم الأنظار دوما لمعرفة ما اقترفوه وما هي مدة محكوميتهم. ولكن في الجانب الخفي من القضية، المبلغون عن الفساد، ما هو مصيرهم بعد التبليغ؟ وهل القانون الجزائري يحمل مبلغ عن الفساد؟ وكيف ستكون حياته المهنية بعد التبليغ؟ هذا ما ستتابعونه معنا في تحقيقنا الفساد ضريبة التبليغ. حديثنا عن هذا الموضوع جعلنا نتواصل مع جمال مراح، إطار سابق بشركة صنع الغاز، وبحكم تنقله في عديد المديريات على مستوى الشركة، وقف على أمور جعلت الشك يراوده. خدمت دون دي سنترال إلكتريك اترافير مام حسرمل، كانت عندي تاني تجربة في منظومة الكهربائية، في تسيير منظومة الكهربائية، خدمت في الأوبيراتور سيستام، خدمت اون طونك شيف داجونس، وخدمت في الشؤون الاجتماعية. والديرني بوست تاعي سيتي اسيستون دو ديريكتور دون لا ديستريبيسيون ديليكتريسيتي، اللي هي عندها علاقه مع المواطن في الفوفطاره، اللي تحكم في لي زاجونس. اترافير دون ما كارير كنت نتلاقى بالتعاملات غير قانونيه، اي كومبري في خدمات الشؤون الاجتماعيه، كانوا لي مارشي نون كونفورم، كانوا نمدوا كيما الخدمات الاجتماعيه اللي خدمتها لات سوسيال العمال، كانت لات سوسيال اللي تي ديتورني الديريكتور جينيرال باغ اكزومبل، يروح بها لفرنسا يداوي، تسقم لنا فاكتور جوسكا 1,182,000,000 بور اون بروستات، نجيبوا له الطياره من ليترونجي، تجي تحفظ الطياره امبيلونس تجيب ديه. اه من الميزانيه تاع هذوك العمال اللي هو يسحق بالك 30,000 دينار، ولا وليدو يروح ليكولوني فاكونس بالك ما تصحلوش. حضرت لي بي دي جي اللي كانوا يروحوا لي فاكونس لا تايلاند، يروحوا نساهم يديروا لا مانيكور، يجونا لي فاكتور فارامينوس تاع دي ديبونس تاعهم لي بالادو مير في الدراهم تاع عمال. هاد الحوايج هادو ينوضوا فيك كلكو بار، لازم لك ان ديكليك، يصرا لك ان بوجور تقول بون ما نقدرش نكون نابارتيني لهاد الناس. انا اخلاقي ولا في عقليتي انا شوي ايسيو دان كارتي بوبولار، دون تو لي كام ما كنتش متفكر بلي نقدر نكون نخدم في منظمة. انا نهار اللي دخلت صونيك غاز جيتي فيار، كنت عم بالي هذه الشركة كبيرة، ما نقدرش نكون في منظومة فساد هكذا ونسكت. باكتشاف جمال ما اكتشف على مستوى الخدمات الاجتماعية، كان لزاما تحويله إلى مديرية أخرى. كان شاكي بخليل هو وزير الطاقة والمناجم، درت له تبليغ، كتبت له انا ما كنتش نسميه تبليغ، كتبت له اون لاتر، رحت حطيتها له تما في المينيستير. جو مرابيل على هاد التجاوزات، هاد لي مارشي، هاد الناس لي بي دي جي اللي يروحوا يبعث له لي فاكتور تاع الناس اللي راهم يروحوا فاكونس، لا فاكتور لي فاكتور ديتاي تاع المكتوبين لي بالا دومير، صافي ماشي باش يشوف، ماشي باش يشوف لو سيكتور تاعو كيف راهو يمشي. بون على ليبوك ما تقدرش شاكيب خليل اللي تي بريزونتي كوم كالكان، اون افي لا شونس دافوار كالكان كي فوني لا بونك مونديال، ماشي كيما دروك الناس اللي تشوفوا شاكيب خليل اللي واش راني نشوفوا فيه دروك. والتجاوب تاعو بعت اوديت، بعت ان اوديت في الشركه، بصح لا سيربريز تاعي سيكو لي لوديت حولوني لمديريه واحده اخرى. تما فهمت بلي راني مع عصابه سيريوز، ماشي صافي دير هذيك لي زوديتور ما شفتهمش. في لي سي دو جروب سيتي صافي بعثوني باش هما كي يديروا لا رابور ما عندهم والو، ما صاب ايفيكتيفمون خرج لوديت بلي ما صابوا والو، ما كاين والو، توتي ريغلومونتير توتي قانونيه. صافي جو مو سوي دي كيلكو بار بلي شغل لحقوني للحيط. واش درت؟ رحت للسلطه القضائيه، اديت لهم واش مديت لشاكيب خليل، رحت ديت لهم واش مديت شاكيب خليل. ايفيكتيفمون بعثوني البروكيور تاع بيرمونت رئيس، والبروكيور تاع بيرمونت رئيس فتح تحقيق،
ومن بعدها قدموهم، كنا في 41 واحد، 19 متهم، منهم رئيس مدير عام، مدير عام، رئيس مجلس إدارة ومدير، ومنهم دي كادر. جزنا تقديمه وبعدها جازوهم كونترول جوديسيير، هذا الربعة المسؤولين الكبار كانوا في كونترول جوديسيير، ومن بعدها صدر عليهم حكم. وهذه سيتي المرة الأولى اللي بلغت. وهنا وقف جمال على تجاوز آخر، تضخيم الفواتير من قبل شركة سون الغاز. ولكم أن تتصوروا ضد من هذا التضخيم إذا استثنينا من العملية منازل المواطنين. إنها أعتى مؤسسات الدولة ما تبينه الوثائق، والتضخيم هنا بمئات الملايين. قبل ما صرا لا حكم لا تبليغ، لو فات كتبت لساكي بخليك انا ديجا بدلوني، صافي دير بالك شغل هما ما يقدوش يخلوك تخدم في شركه في هذيك اليونيتي هذيك وانت راك بلغت، صافي ماشي يديروا في كونفيونس. وميم لا ديريكسيون الاخرى اللي تروح لها ما تاخذش بوست، يحطوك شغل بوست اسيستون، سي با ان بوست دون لورغانيغرام، خلاص اون تو في بلي كونفيونس. مي افيكتيفمون في لا ديريكسيون الاخرى لاحظت كبير، لاحظت تضخيم الفواتر، كانوا يضخموا الفواتر. ثاني كسيت بلغت ضخموا الفواتر تاع الزبائن المهمين، صافي دير حنا عندنا عجز في الميزانيه تاع سونيغاز، كان عندنا عجز، صافي دير نصيبو كي نشرو التريسيتي، نشرو التريسيتي من عند البروديكتور ديزون من لا سونترال الكتريك، نشرو التريسيتي ونبيعوها للزبائن ونفوت روحها للزبائن، كي يجيكم لي فاكتور للدار، لي بوست الكتريك تاع لي كليون الكبار، الشركات، حنا كاع نبيعو لهم تريسيتي. كي نحسبو كاع واش فوترنا، نصيبو النص واش شرينا، نشرو كمية من عند لا سونترال الكتريك، وكي نبيعوها نفوتروها كاع، لا سوم تاع لي فاكتور هاديك نصيبو غير النص، النص تبحرنا، سي اون بيرت. علاش اون بيرت؟ باسكو ما نديروش لا رولاف، باسكو كاين لا فرود، كاين بزاف اسباب تاع صافي النص تاع التريسيتي راهي تروح اون بيرت. حنايا واش دارولنا؟ شاكي بخليل دارولنا واحد البارامتر اسمو لو طو دو بيرت، باش هذا لو طو دو بيرت لازم تحبطو باش ما يكونش طو دو بيرت لا بيرت تكون حابطه، عطانا ان طو ادميسيبل وفيه اون بريم امبورتونت لو كان تلحق لهادي. حنا كون ما نقدروش نلحقو واش نديرو؟ باش نقصوا لا بيرت نغونفليو، نغونفليو لي فاكتور، غونفلينا حتى ديباسينا الساعه تاع لي بوست، ديباسينا لا كاباسيتي دي بوست، ولا ميم هذاك البوست ما يقدرش يتجوز واش غونفلينا. امام هول ما وجد جمال من تضخيم للفواتير، قام بتاريخ 24 ديسمبر 2009 وفق ما تبين هذه الارساليه من صفحتين بالتواصل مع وزير الطاقه والمناجم لإطلاعه على ما وقف عليه من ممارسات قال إنها تجاوزات. كيف عاودت كتبت تانيك الوزير الطاقة والمناجم اللي كان السيد يوسفي، والسيد يوسفي مد الانسبكتور جينيرال تاع المينيستير لينيرجي. كما قام بتاريخ 28 من نفس الشهر بإعلام المكلفة بالشؤون القانونية لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر بإرسالية تحت عنوان تبليغ عن ممارسات غير قانونية في الشركة. هذه الأخيرة أي المكلفة بالشؤون القانونية لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر قامت بكتابة إرسالية بتاريخ 5 جانفي 2010 إلى الرئيس المدير العام، أخبرته فيها بما جاء في إرسالية المبلغ جمال مراح وما اكتشفه بوجود تلاعبات في فواتير الزبائن. بتاريخ 25 جانفي 2010 تم دعوة جمال مراح بناء على إرسالية قام بها إلى وزارة الطاقة والمناجم. والمينيستير دينارجي دوموند البي دي جي ان سيرتان مسيو بي دي جي تاع لافيليال اللي كنت فيها تاع فيليال ديستريبيسيون، قال له لازم تستقبله. وتنفيذا ايضا لإرسالية مفتش وزارة الطاقة والمناجم رقم 14 بتاريخ 14 جانفي 2010، وحضر جلسة السماع كل من الرئيس المدير العام وكذا المكلفة بالشؤون القانونية لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر. واستقبلني مسيو
وعندي بي في اللي درت معاه لا ريونيون وقلت له هاد الحوايج كاع، وقال لي يا ودي خمم على روحك ونعطيك ان بوست وغادي وعلى بالك وخليك من المشاكل هادو، ودوكا نخلوهم للحبس وتني تموت دراري هذوك الحكايات هذوك باش تحس روحك انت كوباب، تولي تحس روحك عندك انت لو كانت بلغت. بعد كل هذه الاجراءات جمال راى ان لا متحرك سكن، فقرر التوجه الى مصالح الدرك الوطني لاطلاعهم بما يحدث والتي حققت في مقاله، وحولت القضيه الى محكمه سيدي محمد. صرت بلي ما كاش حل، زدت عاود كيف كيف رحت لاجوندارميري وزدت بلغ وكيف كيف راحت القضيه سيدي محمد، وكان فيها متهم رئيسي اللي ولا وزير الطاقه والمناجم. ولكن بعد كل هذا ما الذي حدث لجمال؟ تم فصله من العمل والسبب تبليغه عما عايش. تاسون كي رحت نبلغ لاجوندارميري كنت على بالي باللي 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 راح يحافظوني. وهنا راح جمال ضحية لإبلاغه عن الفساد، ولم يسر عليه قانون المبلغ عن الفساد. كاين مادة في قانون الفساد، بس أنا قبل ما رحت قريتكم عن قانون الفساد وش يقول. كاين مادة 45 تقول باللي تحمي على المبلغ مملوك، شغل هما راحين يديروا إجراءات عقابية، بصح القضاء ولا لا جوندارميري يديروا إجراءات باش يحاموا عليا. جمال ليس الضحية الوحيدة التي فقدت منصب عملها بتبليغه عن الفساد، بل التقينا أيضا بعامل شبكة نقل الغاز وسط وأمين الفرع النقابي رشيد كشاد، كشف اختفاء عتاد بقيمة ملياري دينار. كنت بمؤسسة نقل الغاز، شبكة نقل الغاز بالوسط جي ار تي جي، ب 700 مكتب جسر قسنطينة صونا الغاز. في الحقيقة عندي ما تمرمت بعد التبليغ عن الفساد. أنا كعامل كمواطن عندي غيرة على البلاد هذه وغيرة على المؤسسة هذه، اكتشفت فيها الملف الأول متعلق بالفيشيا أوكسيليا. في كل ما يقترب نهاية السنة تتكون لجنة، واللجنة هذه تتكون من رئيس المدير العام، يكون لجنة باش يتفقدوا أملاك تاع المؤسسة، اسكو ضاعت اسكو ما ضاعتش. أنا كنت أمين فرع نقابي، يجوني ثلاث عمال من اللجنة هذه هما اللي بلغوا لي وعطاو لي نسخة من الرابور تاعهم، وين يقولوا فيها 1033 ارتيكل ما بانتش من الأصل 1177 1176 هي كاينة 1176 1033 ارتيكل ما صابوهاش تبخر طاحت ما كاش. عبارة عن إهمال اختلاس، وقدروها بجوج ملاير وشي حاجة سنتيم. احنا بعد ما مجموعة تاع اللجنة هذه اتصلوا بيا وعلموني، با انا ما جاي تهضر معايا قلت لهم جيبوا لي وثائق، انا ما نقدرش نتكلم هكذا قبل. إيبان جابوا لي الوثائق وطلعت عليها. هذا الأخير وقبل لجوئه للمصالح الأمنية والعدالة قام بالتقرب من الإدارة للاستفسار ووضعها في الصورة، ففوجئ بالرد. قبل ما نتقدم للعدالة اتصلت بالمسؤول الأول تاع الفرع واتصلت بالنقابة بالأمين العام بالفرع النقابي، تكلمت معاه وقلت له هاي ليك الوثائق هاي وش الآخر، قال لي ما تدخلش راه، قال لي هذه ما تعنيكش القضية هذه، القضية هذه يعني ما تعنيش النقابة. أنا شوكاني، قلت له تسمح لي، قلت له النقابة رانا هنا ما ندافعوش غير على حقوق العمال، قلت له ما بحقوق المؤسسة، ما على أملاك المؤسسة، قال لي نابا تحاكمنا جيت خارج خرجت. لم ينتظر القائمون على الشركة التابعة لصنع الغاز كثيرا، وشرعوا في إجراءات فصل رشيد كشاد. ديجا هما غير سمعوا بداو يخمو كيفاش يفصلوني، قال لك هذا راهو خاطر على علينا كامل كيما رانا، خاطر على العصابه. با
نكذب عليك ما كنتش متوقع راح يفصلوني بهذيك الطريقه، ما كنتش متوقعها اصلا. رحت خدام لو 17 جوان 17 جوان 2013 رحت خدام كباقي الايام اللي فاتت عادي. دخلت في وقتي الربعه راني شافي الربعه وربع جابوا لي انفلوب مغلوقه جابها لي شاف سيرفيس قال لي اعطاها لك المدير العام رئيس المدير العام. حليت الانفلوب لقيت القرار تسريح، حليت الانفلوب لقيت قرار تسريح من العمل. هنا بدأت رحلة رشيد بعد فقدانه لمنصب عمله بحثا عن من يسترجع له حقه. نفرضوا هذا القرار هذا بنى عليه هو، هذه هنا ديجا قبل ما تفصل عامل لازم العامل هذاك تكون عنده أخطاء من درجة ثالثة، سرقة، ضرب، السكر داخل المؤسسة، مانيش عارف، المهم تكون عندك أخطاء من درجة ثالثة. ومام تكون عندك أخطاء من درجة ثالثة ماشي تكوني قاعدة تجي يقول لك هاكي قرار تسريح. جوزي كوميسيون ديسيبلين، كاين لجنة التأديب، علاش داروك شكون اللي دار لجنة التأديب؟ ما دارهاش هذا الرئيس المدير العام، دارها القانون العامل المشرع اللي دارها، يقول لك قبل ما تطردي عامل تجوزيه في لجنة التأديب. بعد لجنة التأديب هي اللي تقرر، ماشي ما رئيس المدير العام، هي اللي تقرر، هي اللي راح تدرس الأخطاء تاعك اللي عندك أخطاء، إلا عندك أخطاء. وهنايا أنا رفعت قضية عند وكيل الجمهورية. بمذبح رويسو رئيس مصلحة الحراسة رصد عملية إزالة أشجار وإعادة تهيئة المكان لإقامة بنايات داخل محيط المؤسسة. المريب أن العملية كانت تتم في جناح الليل وهو ما رفضه. السيد عايش نصر الدين عامل في مؤسسة المذابح والمسمكة 28 سنة، كنت رئيس مصلحة الحراسة، المدير ورئيس الوحدة في المؤسسة في وحدة الحراش، قطعوا السجار، قطعوا النخيل، قطعوا كذا، وبداوا ومدوا الناس يبنوا محلات، 12 محل تجاري داخل المؤسسة بطرق غير قانونية. وكانوا يبنوا فيها في الليل، يجيبوا السلعة، يجيبوا الرمل، يجيبوا السيما، يجيبوا التيرنيت، يجيبوا الكراج، يجيبوا الفايونس، يبنوا فيها. أنا رفضت بصفتي رئيس مصلحة الحراسة يدخلوا يبنوا في الليل، إلا كاين حاجة قانونية يخدموها في النهار. باش تنتهي تمدي المحلات لازم تجيب عليهم تسريح تاع البناء، لازم يعطوا لك الموافقة، لازم تكون فيهم صفقة، لازم تكون فيهم لجنة تتشكل، لازم تكون لجنة مالية، لازم الصفقة هذه توافق عليها اللجنة هذه اللي توضح، لازم يديروها ميزانية تاع أعمال ويبنوها، ومن بعد يديروها في المزاد العلني ولا في الجرائد ولا في كذا يكروها، اللي مد أكثر يديروها سعر محدد، اللي مد أكثر يتجاوز يكريها. هما لا مدوها الناس بدون حتى وثيقة، ما كاين والو، بنا والو، يجيبوا السلعة تاعهم ويبنوا وحدهم داخل المؤسسة. هذه الإنسان في فترة بتاعه كما فلاح ما يقبلهاش، ما يقبلش باش يكون هذه. أنا رفضت يبنوهم في الليل، رفضت باش تكون السيمة هذه تدخل لوحدة. بمنع رئيس مصلحة الحراسة لما يحدث تم استدعائه من قبل مدير المؤسسة وتم سؤاله عن سبب معارضته للأشغال. استدعاني المدير للوحدة واستدعى رئيس الوحدة، هو رئيس الوحدة في نفس الوقت أمين العام تاع النقابة وأنا عضو في النقابة ثاني، يعني في زوج. رحت للمؤسسة قال لي المدير هني تكلمت مع الأمين العام تاع النقابة وباش تمدوا المدير عطى لي الموافقة، وانت علاش راك تمنع فيهم باش يبنوا لداخل؟ قلت له الشيء هذا اللي راهو يوقع وهذا الشيء اللي راهو حاصل مخالف القانون، هذه مؤسسة تاع دولة ملك للدولة ماشي تاعنا. قال لي ما تزيدش تعارض. رفضت انا، قلت له انا الخدمة تاعي نخدمها نعارض في الخدمة هذه. عندي زملاء تاعي ثاني نفس الشيء كالسيد رئيس مصلحة
صيانة وحماية المنشأة الداخلة في الخدمة تاعو. السيد مفتش رئيسي بالمؤسسة جاو مع رئيس الوحدة تكلموا معها طردهم، قال لهم عندكم حاجة روحوا المدير ما تكلموش معايا. بعد ذلك تم تحويله إلى مصلحة أخرى، غرفة التبريد، وهي الأخرى تم التلاعب بها. حولني للغرف التبريد. في غرف التبريد ما صبناش وين نديروا السلعة، تكلمت غرفة التبريد محولة، غرف التبريد من وقت الاستعماري وهي تسمى غرفة التبريد، هاي اللي هنا الصور تاعها وكذا محولينها المحل تجاري، والسيد اللي ده جارو محل تجاري بطرق مخالفة للقانون وبطرق ملتوية. غرفة التبريد ملك للدولة من يوم تبنى المذبح من وقت الاستعمار، غرفة التبريد جاي داخل المذبح، فتحوا لها نحوا لها المبردات وداروا لها باب واحد اخر ورجعوها محل تجاري. كي تكلمت معنا مع رئيس بعد تكلمت مع رئيس الوحده قال لي ما تدخلش روحك، مديت الاستقاله تاعي من النقابه انا وعضو واحد اخر، مدينا الاستقاله تاعنا من النقابه نحيناها. امام كثره الاصوات المطالبه بتدارك الاوضاع تم استدعاء هؤلاء من قبل مدير الاداره والاعلام الالي لولايه الجزائر. وجهت رساله للسيد والي زوخ على الفساد تاعو على المحلات اللي بناهم على التوقيف اللي حولنا لجنه التاديب بدون سند بدون تهمه بدون اي شيء، قدمتها للوالي زوخ شيء رئيس مدير الاداره والاعلام الالي لولايه الجزائر للمؤسسه يستدعي للمؤسسه يوم 1 افريل يوم 1 افريل احنا درنا طعن في التوقيف، جينا الاستدعاء الاول وجينا الاستدعاء الثاني وحنا دايرين طعن، اعطينا دليل الخطا تاعنا وشن هو، احنا قاومنا الفساد اللي راك دير فيه رفضناه ما جاوبناش عليه. يجي مدير الاداره والاعلام الالي لولايه الجزائر يستدعينا المدير عن طريق وسطاء رئيس الوحده ومدير الاداره والماليه، ورحنا المؤسسه انا وسيد رئيس زرناجي كمال مدير رئيس مصلحه الصيانه وحمايه المنشات، رحنا يتكلم معنا مدير الاداره والماليه السيد مدير الاعلام مدير الاداره والاعلام الالي لولايه الجزائر هو اللي هنا في المؤسسه مع المدير، راهم طلبوا منكم تكتبوا اعتذار وتعهد تنزلوا الشكوى اللي راكم قدمتوها وترجعوا تخدموا الاماكن تاعكم وتروحوا تخدموا ما كاين والو ساومونا. احنا رفضنا وعندنا العمال شاهدين والاداره اذا كانت تتكلم كلام حق شاهدين، قعدنا 8 سنين ومن 10 حتى للزوج قالوا لنا روحوا ما حبيتوش تكتبوا ما حبيتوش تنزلوا وروحوا ديركم. كل هذه الاتهامات بالفساد التي ادلى بها الحارس نصر الدين قابلنا بها المسؤول الاول عن المذابح واسواق الجمله بالجزائر العاصمه وهكذا رد. افعال التسيير اللي يقوم بها مدير المؤسسة احنا مسؤولين امام مجلس الادارة اللي يراقب دوريا اعمالنا وافعالنا في التسيير، نخضع كذلك لرقابة السيد الوالي عبر مديرية مراقبة التسيير اكاد اقول يوميا، نخضع كذلك لرقابة الكوميسارو كونت المحاسب الحساب محافظ الحسابات الذي يراقب تسييرنا. اما فيما يخص المثل اللي ضربوه اللي تكلمت عليه الان، احنا مؤسسه ذات طابع تجاري وصناعي، يعني مؤسسه تجاريه، المنشآت اللي تعطيها لنا الولايه تطلب منا الولايه اننا نعيد تهيئتها ونعيد عملها حتى تصير في حاله نشاط، لان هذا هو الهدف الاخير من وجودنا هو تحصيل المحاصيل. واللي بلغ ما يروحش الفيسبوك اللي عنده ادله على تجاوزات ولا على امور ولا ما يروحش الفيسبوك بهذه الصفه. كاين الجهات الداخليه وكاين جهات خارج المؤسسه ولا ازيد على ذلك. يعني انت تنفي
جملة وتفصيلا ما اتهمت به المؤسسة من أعمال فساد تم على إثرها طرد هؤلاء؟ تماما، أنفيه تماما. إلى قصة أخرى، هذه المرة لم يكن صاحبها مبلغا عن فساد مالي بل تلاعب في قوائم النقابيين بعد إرسالية لوالي العاصمة. المشكل بدأ صراع نقابي مع المدير وين احنا كنا خلصت المنضب بدينا نطالبوا فيه باش تجديد الفرع النقابي تاع المؤسسة، وين بدأت ماطل في مرجعنا، شو بدأت ماطل يربح في الوقت باش يتحرش، بدأ يتحرش بينا، وين احنا زدنا راسلنا لونيون لوكال تاع الجي سونت، وين راسلنا باش درنا له شكوى باش يوقف في المشكلة هذايا، وين وقف هو بطريقة غير قانونية، حاب يقول بدا يديروا لي زاسومبلي هما يديرهم وينحيهم، كات فوا هو يانولي فيها، الكاتريام فوا وين يكتب يقول كي علاش على حق 4 سنين، من هذاك النهار اليوم صافي 4 اللي ما كان والو، ما تجددش الفرع، ما داروا لاسومبلي، وفي هذاك الوقت اللي كان يربح فيه المدير باش ما يديرش لاسومبلي وباش ما نكونوش حنا في النقابة اللي كانت جاية واللي ما كانش حد كون كاع، المشكلة هنا بدا يتحرش بالنقابيين، وكاين اللي كان عنده مول نقابي، أو واحد فيهم مطرد معنا. إرسالية لوالي العاصمة كانت سببا في إحالته على المجلس التأديبي رفقة زملائه. ديسمبر 2016 جاتنا التوقيت هذاك، قال لك جوزو لا كوميسيون ديسيبلين، ما تزناش المشكلة، ما تزناش أنا زعما دليل 26، بعد كل واحد وقتاش دالو 26 جانفي ديسمبر هذاك الشهر 26 ديسمبر 2016 دليل 26 زعما نجوز في 6 ملي 6 تاع المؤسسة، ومن بعد خرجت في تعليمه في وسط هذيك بين لو 20 ولو 26 22 الله اعلم، خرجت تعليمه شغل هذه التعليمه هذه كما سميتها ما قدرتش نسميها وين تد ولا ما فهمتش، هاد الناس في تعاب الاسامي تاعنا وين يكتب اسامينا ويقول لهم هاد الناس ما يدخلوش لي سيت تاع المؤسسه، ومن بعد حنا وين نخفنا انا وين نحجوزكم نروح ندخل كاسيت والورقه لتما ومن بعد ندخل انا يديروا لك شي مشكل، تسمح بيقول اصلا ما نروحش، كي ما رحناش لا كوميسيون ديسيبلين دارنا توقف ديرك على بعد على بناء على مجلس تأديبي، تم توقف العمال هذوما وقدامنا كل واحد جاته وحده، ومن بعد راسلناه وبعثنا له الورقه هذه، قلنا له حنايا نتايا كي ما تزناش كوميسيون ديسيبلين وطردتنا ديرك، الورقه هذه تعمل تاعك انت خرجتها، خرجوها خطاها لي ريسبونساب دي سيت كاع، وين عندك الورقه جات عندنا حنايا، ومن بعد حنا ما رحناش اوتوماتيكمون ما نروحوش ندوزو لا كوميسيون ديسيبلين، وعلمناه قلنا له يا ودي عندك هذيك خرجتها انت لازم وين ندوز لا كوميسيون ما كاش، ومن بعد جا الطرد هذاك ديريكت ما كاش الرد من عنده. وجهتنا بعدها كانت مؤسسة فنون وثقافة، اين تواصلنا مع مدير هذه المؤسسة، طرحنا عليه القضية وكان رده المفصولين من مؤسسة فنون وثقافة، يتعلق الأمر بثمان عمال سابقين، منهم 4 كانوا أعضاء سابقين في مجلس في المكتب الفرع النقابي لمؤسسة فنون وثقافة. هذا المكتب كانت عهدته الانتخابية انتهت بتاريخ 3 مايو 2015. سنة بعد انتهاء العهدة تلقينا مراسلة من الهيئات النقابية اللي تابعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين باش ينطلقوا في عملية تجديد الفرع النقابي. منذ ذلك الوقت هاد المجموعة باشرت القيام بنشاطات مشبوهة ونشاطات ذات طابع تحريضي للعمال لسبب لا يمكن ان ما نقدرش نقول لك عليه، حيث تم تنظيم قام الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتنظيم جلسه جمعيه عامه، برمجه جمعيه عامه للعمال المؤسسه يتم على اثرها الانطلاق في العمليه الانتخابيه، ومنذ برمجه الجمعيه العامه هذه المجموعه باشرت عمليات تحريضية وتوزيع لمنشورات بصفة غير قانونية، وما هذا اتصلنا بمصالح الأمن اللي قامت بحضرت وقامت بتفريقهم بطريقة سلمية سلسة،
بعدها بطبيعة الحال كون هذا العمل عمل غير قانوني ويتنافى مع ما ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، تمت مباشرة عملية تأديبية وصدر إجراء تأديبي، حيث تم توقف تحفظ هذه العمال واستدعائهم للمتول أمام المجلس الاستشاري التأديبي. هذا الإعلان ما يهمهمش لأنه ما راهوش موجه لهم، راه موجه المسؤول المرفق. وهنا تعجب حتى كيفاش لحق هذا الإعلان ليدين هذا العمال. هذا العامل هو معني بالاستدعاء، عنده استدعاء محرر بصفة قانونية، يوضح الساعة ويوضح التاريخ ويوضح المكان اللي لازم يحضر فيه لأجل المتول أمام المجلس الاستشاري التأديبي. أمام هذه الحالات المبلغة عن الفساد، في نظر القانون الجزائري كيف ينظر لهذه الفئة؟ نظام حماية المبلغين عن الفساد وكذا الشهود والخبراء وحتى الضحايا، نظام تأخرت الجزائر كثيرا في سنه، ابتداء من مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004، مرورا بإصدار قانون مكافحة الفساد في عام 2006، ولم يصدر هذا النظام إلا في عام 2015 الذي نص على تدابير خاصة لحماية المبلغين عن الفساد، تقتضي عدم الكشف عن هويتهم، تقتضي تغيير أماكن إقامتهم، عدم ذكر أسمائهم وعناوينهم الحقيقية في المحاضر، وحتى تقديم الحماية الجسدية المقربة لهم وتسجيل كل مكالماتهم حتى يكونون في حماية دائمة من أي تدخل من أي طرف، سواء للانتقام أو لجبرهم على تغيير شهاداتهم. وهل مثل ما ينص عليه القانون الجزائري بضرورة حماية المبلغ عن الفساد ضد ما قد يتعرض له من مضايقات أو ممارسات من طرف رب العمل تصل حد الطرد من منصب العمل؟ لاحظنا في السنوات قبل الحراك المبارك أنه كانت هناك متابعات قضائية لكل مبلغ عن الفساد، انتقام شديد من كل مبلغ عن الفساد، بل وصل الانتقام حتى إلى عائلاتهم. وأبرز دليل أنه كل من يبلغ عن جريمة فساد حقيقية ويقدم الملفات للعدالة يجد نفسه مطرودا من العمل، بل محروما من كل حقوقه حتى في السكن إلى غير ذلك. 9 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ندوة تطرق فيها رئيس الهيئة إلى دعم دور المجتمع المدني كجهاز يقظة وإنذار للتبليغ عن الفساد. بدعم دور المجتمع المدني كجهاز يقظة وإنذار من خلال وضع آليات فعالة للتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، إذ هي فضاء للتبليغ عن كل أفعال الفساد، ليس ذلك فحسب بل تشكل إطاراً لحماية المبلغين. إن مشروع الشبكة يستوحي رؤيته من المبادئ والأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تؤكد على ضرورة تشجيع المشاركة النشطة للمجتمع المدني والمواطنين في منع الفساد ومحاربته، وعلى ضرورة إذكاء وعي الناس بخطورته وأسبابه وتوفير السبل للتبليغ عنه. وقد أكد السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته هذه السنة بمناسبة إحياء اليوم العالمي مكافحة الفساد قائلا: إنه يجب أن يكون هناك حيز مدني نابض بالحياة، وأن تتاح إمكانية الوصول إلى المعلومة، ويجب أن نحمي الحقوق وأن نقدر شجاعة المبلغين. حديث رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن دور المجتمع المدني جعلنا نطرح السؤال الذي يغفل عنه الكثير: ماذا عن المبلغين ومن يحميهم؟ الهيئة يعني أعدت مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. أهم من أهم المحاور أو من أهم الأهداف الاستراتيجية
هي إيجاد إطار لحماية المبلغين. هذه الشبكة من بين الآليات، هذه الشبكة ستعمل لحماية المبلغين من كل المضايقات والضغوطات، لأنها إطار معين، إطار مؤسساتي للتبليغ عن أفعال الفساد. نحن في الهيئة كنا المبادرين، من بين المبادرين الأوائل للمنادات بضرورة إيجاد قانون يحمي المبلغين، وهذه ليس كذلك فقط لأنها التزام دولي للجزائر وقناعة راسخة للهيئة، لأنه الجزائر صدقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أهم يعني مبادئها حماية ضرورة حماية المبلغين. ولكن أمام كل هذه الإجراءات، المبلغون عن الفساد ممن قمنا بالتواصل معهم في تحقيقنا لم يحظوا بمثل ما ينص عليه القانون الجزائري. هل الدولة توفر للمبلغين الحماية الكافية؟ هنا يمكن أن أقول عندنا احنا القانون 0601 يتحدث عن حماية المبلغين، ولكن لا يسرد الكيفيات التي نحمي بها المبلغين. ولهذا نرى بأن مغلب أو أغلب، لأن احنا على مستوى المناهج على مستوى الهيئة كل التبليغات تكون مجهولة، أغلبها إنه نقول 90% من التبليغات تكون مجهولة، لأن الناس تخاف. يعني فيه ناس خلصوا يعني ثمن غالي مقابل تبليغهم عن قضايا فساد. احنا هنا في الجزائر كاين القانون 0601 لا يعني يحمي، ولكن لا يقول كيف يحمي، عكس حماية الشهود، لأن فيه أمرين، حماية الشهود، حماية الشهود كاين المادة 265 مكرر من قانون إجراءات الجزائية، وين يتكلم على حماية الشهود ويعطي كيف يحمي الشهود مثلا بحمايته بتغيير عمل، بتغيير مقام سكناه، بتغيير رقم هاتفه، بضمان الحماية الشخصية له. إذن هنا نقدر نقول في حماية، يعني ولو ليست كافية ولكن في حماية. لكن أما بالنسبة للمبلغين، يجب أن يكون هناك عمل على مستوى التشريع. هاي وإحنا هذه في إطار الاستراتيجية الوطنية وصينا، يعني هنا تصية بأن يكون هناك قانون خاص بحماية المبلغين كما هو موجود في جميع الدول، قانون خاص بحماية المبلغين يضمن للمبلغين الحماية الكافية حتى ننشر ثقافة حماية المبلغين. فجمال مراح تم طرده من منصب عمله، وأحدث له ذلك مضاعفات صحية كادت تودي بحياته، ضف إلى ذلك أنه وجد نفسه مجبرا على البطالة القصرية دون وجه حق. كما صرت لي اكزاكتومون عند بروكيور، وهذاك البروكيور سقس على الديريكتور تاعي قال له اتونسون تنتقم منه، خاش انا قبل ما درت الشهاده تاعي كي كنا قدمونا المتهمين وانا الشاهد، دومونديت البروكيور قلت له انا ما نهضرش حتى تضمن لي الحمايه باش نحكمه، قلت انا باش نحصله. البروكيور دار المدير تاعي وقال له راني نقول لك بالك تنتقم منه. المدير تاعي شاف فيه وقال له راني درت له كوميسيون ديسيبلين وراح نحاوزه داخل المحكمه. والبروكيور فتح قضيه تاع انتقام، وعندي الرقم تاعها، قضيه تاع انتقام واسمها انتقام وعرقله البحث عن الحقيقه. رشيد كشات بعدما كان مبلغا عن الفساد اضحى مطرودا من العمل، واصبح يمني نفسه بعدم الزج به في السجن رغم مراسلاته العديده لحقوق الانسان في الجزائر وكذا الوزير الاول. دراهم هذوك تاعي نهار سرحوني تاع السوفيين هكذاك، قدمت العداله. العداله واش عطات لي؟ واش عطات لي؟ عوضت لي 6 شهور 2 دورو. زوج دورو عطاو لي، زوج دورو تربح وما ناقشوش ما طال القضية. علاش رئيس المدير العام تاع الشركة عطى العريضة للمحامي قال باللي هذا نعوضوه ما نرجعوش من البداية، تما ما تناقشوا يعني. دوك أنا واش راح ندير؟ واش راح ندير؟ ما عندي ما ندير. جريت بارتو خلاص العدالة ما لقيتش واش ندير خلاص. وهاديكم بعد 2 دورو اللي ديتهم، علاش قلت لك والله ما سمح لي. صح
الضربه هذيك جوج طور اللي ديتهم هذوك خسرتهم كاع في المحكمه. قضيه تجيب قضيه. والحمد لله نقول لك ربي كان معايا، ما تخلونيش الحبس. من بعد وليت نقول يا ربي ما يدخلونيش الحبس برك. رئيس مصلحة الحراسة بمذبح الرويسو بعد تقديمه شكوى للنائب العام تم فصله عن العمل دون سبب. احنا واحد محمانا، انا عندي 28 سنة عمل في هذه المؤسسة من يوم اللي تممت فيه الخدمة الوطنية، واليوم عندي 52 سنة ما عندي عطلة مرضية، ما عندي انذار، ما عندي توبيخ. احنا قاومنا الفساد، بلغنا للنائب العام الفساد، ما حمانا حتى واحد، ما حماتنا لا الإدارة لا المسؤولين. المحكمة الإدارية عندها قانون، والقانون هذا القاضي ما يتجاوزوش. المحكمة الإدارية واش تقول لك؟ عدم موافقة المدير المؤسسة على إدماجكم تعوض 6 أشهر. أنا ما ارتكبتش خطأ باش تعوضني 6 أشهر ونروح. قانون 11-73 عدم موافقة الإدارة بإعادة الإدماج تعوض 6 أشهر من العمل. أنا عندي 28 سنة، عوضني على 28 سنة. أنا ما درتش خطأ مهني. لو كان درت خطأ مهني تحمل مسؤوليتي وما نقبلش حتى التعويض تاع 6 أشهر. القاضي وافقوا، هاي لهنا هاي لهنا عندي الحكم القضائي هو هنا. تعويض 6 أشهر على طرد التعسفي. القاضي يقر طرد التعسفي وتعويض 6 أشهر لعدم قبول الإدارة إعادة إدماجنا. هنا علامة استفهام. ماشي علامة استفهام القاضي، المشرع. القاضي عنده قانون. احنا ما قدمنا، احنا لو كان درنا خطأ مهني في العمل تاعنا هذه عقوبتنا، احنا ما درناش خطأ مهني. احنا قدمنا شكوى رسمية للنائب العام ضد فساد المدير وحنا خدامين بالاسم ديالنا بالرقم الهاتف تاعنا هاي لك في الشكوى. هاي هنا في الشكوى، هاي هنا في الشكوى. هاي الشكوى تاع النائب العام. السيد عيش نصر الدين بصفته رئيس مصلحة غرف التبريد، رقم الهاتف الساكن بكذا. السيد زرناجي كمال بصفته رئيس مصلحة الوسائل وحماية المنشآت. السيد محمد ميهوبي بصفته مفتش رئيسي بالمؤسسة، بالأرقام تاع الهاتف تاعنا. احنا ما درناهاش رسالة مجهولة واحنا خدامين في المؤسسة، لكن ما حماوناش، ما عندناش حماية. علامة الاستفهام راهي في الحماية، ما حماوناش. بلقاسم، ورغم تدخل الأمين العام للمركزية النقابية لإعادته لمنصب عمله على مستوى مؤسسة فنون وثقافة، لم يكن له ذلك. كي دخلوني لوكال ما كاش، دخلت لينيو دو ولاية ما كاش، حتى دخل حتى لحق ولا باتشا أمين عام اللي جيت وين دخل هو وما كاش، حب يقول له حق وين هو راس الوالي، والاخر يعاود يرجع له يقول له حنايا لي بروبو كيما نقولوا واش بروبوزينا مازالها قائمه. حب يقول انا الحل اللي لقيته مازال قائم، حب يروحوا يخدموا يروحوا لي زيبيك. انا مصح ما طلبتكش، انا كمان انا من ليسونسي تبعتني نخدم، تسمى ماشي كاين حاجه كنت تخبوا فيها. الحاله مازالها كيما هي، احنا ما هو المدير مازال في بلاصتو، احنا مازالنا برا. البورتون تاع السوف اللي تعسفوا معنا في القضيه تاعنا، اللي يشوف الدوسي تاعنا يقول لنا هذا ماشي نورمال. الحق وين من عام تاع المنازعات، الحق وين كتب للوالي شاف الدوسي تاعنا وكان هذاك ما يعرفش القانون. شكون اللي يعرف القانون؟ تسمى تاع منازعات ما يعرفش القانون، شكون انا جاب لي ربي اللي يحبس عنده القانون، بيسكو هو هذيك هي خدمته تاع منازعات. الحق وين هو يكتب للوالي يقول له هذا المدير استعمل طرق استرجاليه وتعسفيه كتبهم له كاع في بريه وعطاهم له، هذه عند هذوك فلاسك طرواز. الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لاباتشا يرى ان التبليغ سلوك وجب تشجيعه، وايضا وجب معه حمايه المبلغ عن الفساد. هناك بعض من العمال اللي بلغوا او اطارات في المؤسسات العموميه بلغوا على الفساد وجدوا رواحهم اني مطرودين من مراصبي عملهم.
يعني شوف. هل الاتحاد العام للعمال الجزائريين حاليا في الوضع الحالي يحمي؟ فهمت السؤال تاعك. شوف، احنا دورنا ان نحمي الاشخاص اللي بلغوا على الفساد، هذا دورنا ولازم نقوم به. العامل اللي بلغ على الفساد لازم يحمى من طرف قانون، حتى القانون اليوم يحمي اللي بلغ على الفساد، وحنا كنقابيين دورنا ان نوقف الى جانب هاد العمال هاد النقابيين اللي بلغوا على الفساد. اغلب هذه الحالات لها احكام قضائيه باعادتها الى منصب عملها، غير انها لم تنفذ. الى زاويه اخرى من زوايا التبليغ عن الفساد، الرسائل المجهولة التي يرى فيها بعض المبلغون طوق نجاة لهم، إن لم تأتي أكلها لن تعصف بمستقبله، غير أنها في نظر الحقوقي فاروق سنطيني سلاح ذو حدين، قد تتسبب في ظلم أناس لا علاقة لهم بالفساد. إنسان يحب يبلغ على الفساد هو مشكور، يبلغ على الفساد حاجة شريفة، حاجة تشرف، لكن لازم تأخذ المسؤولية نتاعك. اولا تتحقق من الشيء اللي راح تتكلم عليه، ثانيا لازم تحضر روحك باش تواجه